بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. اليوم بإذن الله في هذا الفيديو 16 للوحدة الأولى المتابعة الزمني لتحول الكيميائي في وسط مائي، راح نتناول فيه آخر درس في هذه الوحدة اللي هو الدرس الثالث، العوامل الحركية. يعني الفيديوهات بإذن الله اللي يجوا بعد هذا يكونوا حول حلول تمارين منحة البكالوريا إن شاء الله. يعني هذا هو آخر فيديو في الوحدة الأولى بالنسبة لفيديوهات الدروس. العوامل الحركية لي فاكتور سينيتيك. أعزائي الطلبة، كنا في بداية الدروس قرينا التفاعلات السريعة البطيئة جدا، لكن نطرح عليك سؤال قبل ما نبدأ: هل بإمكاننا تغيير هذه المدة الزمنية التي يستغرقها التحول الكيميائي؟ هل بإمكاننا تغيير التحول سريع أو إبطائه؟ هل بإمكاننا تسريع تحول بطيء؟ إذن أعزائي، هذه العوامل هي التي تؤثر على تطور جملة كيميائية خلال الزمن، وذلك بماذا؟ برفع سرعة تفاعل يكون بطيء أو جد بطيء، أو بخفض سرعة تفاعل سريع ولا تفاعل غير مرغوب فيه. إذن لو نعطي تحريك تعريف للعامل الحركي، هو ماذا؟ هو كل ما يغير. في الفيديو السابق كنت قلت لكم باللي راهم في البكالوريا يطرحوا عليك أسئلة نظرية، كي درنا زمن نصف التفاعل والتعريف تاعو. العامل الحركي كذلك يقول لك أعطي تعريف العامل الحركي، وشنو هو؟ وكل ما يغير في سرعة التحول الكيميائي، في سرعة التحول الكيميائي. راني نعطيكم يعني تعريف سهلة وبسيطة، بسيطة وسهلة للحفظ، ما قل ودل. يعني يغير في سرعة التحول الكيميائي بدون تغيير الحالة الإجمالية للجملة. من أهم هذه العوامل، لأنه كان اللي حذفت وكان اللي ما زالت عندنا، من أهمها وهي التراكيز الابتدائية للمتفاعلات، وعندنا كذلك درجة الحرارة، درجة الحرارة، وعندنا الوسيط. هذو ثلاثة كاين اللي نحذفو ما نديروهمش. صح، نبدأ بالتراكيز الابتدائية للمتفاعل. التراكيز الابتدائية للمتفاعلات لي كونسنتراسيون دي رياكتيف، اي نعطو تعريف ومن بعد نعطيكم أمثلة. إذن يكون تطور جملة كيميائية، يكون تطور جملة كيميائية أسرع وقتاش؟ كلما كان التركيز الابتدائي، كلما كان التركيز الابتدائي للمتفاعلات أكبر، نعطيكم مثال. يعني كاين حاجة، كاين متفاعلات كنضيفوا لها الماء المقطر، يعني كنضيف الماء المقطر إلى المزيج التفاعل الابتدائي، هنا راح نقوم بعملية تخفيف، يعني هنا سرعة التفاعل راح تتناقص. لماذا؟ لأننا كخففنا التركيز، يعني نقصنا من التركيز، خففناه، إذن نقصنا في سرعة التفاعل.
لاحظوا الأنابيب هذه اللي راهي أمامكم. فالمثال هذا اللي راه أمامي هو كنا شفناه من قبل، وهو تفاعل شوارد اليود مع الماء الأكسجيني اللي هو H2O2. هذا كنا شفنا هذا المثال في الفيديوهات السابقة، ويكون في وسط حمضي بطيء، يعني ما بطيء يمكننا تتبعه بالعين المجردة. يعني لهنا في هذا التفاعل راح نلاحظ أن المزيج يكتسب تدريجيا لونا بنيا، وهذا قلنا باللي دليل على تشكل ثنائي اليود إيدو، صح. وكنا كتبنا معادلة التفاعل اللي هي H2O2 أكو، بالطبع ما نكتبهاش لأنه ما يكفينيش بلاصة، 2E-أكو زائد 2H+أكو شوارد بردون تعطينا 2H2O ليكيد بلس E2 ثنائي اليود. كنت قلت لكم هنا في هذه المعادلة عندنا البروتون، شوارد البروتون، لأنه كنت حكينا في الفيديوهات السابقة أنه في وسط حمضي، لأن له أضفنا له حمض الكبريت مثلا في المعادلة هذه. يعني قلت لكم باللي هذا ثاني عامل حركي، والعامل الحركي الوحيد اللي نوجدوه في معادلة التفاعل اللي هما البروتونات، صح. شوفوا معايا لهنا النحو هذا اللي واش تكتبنا لهنا، نشوفوا في الأنابيب، تبعوا معايا لهنا. جبت أنبوبين، أنبوب A والأنبوب B، صح. حطيت في كل أنبوب نفس الحجم من الماء الأكسجيني، يعني 5 مليمتر دون سوليسيون دو H2O2 لو أكسجيني، حطيت 5 مليمتر ذو التركيز 0.05 مول على اللتر، 0.05 مول على اللتر، يعني نفس الحجم نفس التركيز. هذا الماء الأكسجيني يكون محمض بقطرات من حمض الكبريت، وكنت شرحت هذا في فيديوهات سابقة علاش حمض الكبريت وسط حمضي، باش نوفر شوارد البروتون، باش نوفر تكون بوفرة. هذا وجدوا التقدم، شفنا في الخانة تاع شوارد البروتون والماء نديرو بوفرة، صح. ومن بعد نجو نصبو الأنبوب رقم A في السي والأنبوب B في الدي، نصبو واش كنا دايرين معاهم، يعني نخلطوهم مع واش كاين في السي وفي الدي. في السي حطينا 5 مليليتر من محلول يود البوتاسيوم اللي هما هنا مكتبينه كا، وحنا في الحق محلول نديرو كا بلس بلس اي موان، صح. حطينا 5 مليليتر من محلول يود البوتاسيوم، تركيز تاعو 0.1 مول على الليتر، يعني هذا في الأنبوب سي. وفي الأنبوب دي حطينا 5 مليليتر من محلول 5 مليليتر دون سوليسيون دو كا اي، يعني 5 مليليتر من محلول يود البوتاسيوم التركيز تاعو 0.01 مول على الليتر. يعني لاحظ انه التركيز تاع يود البوتاسيوم، محلول يود البوتاسيوم الموجود في الدي، اقل بكثير على التركيز تاع محلول يود البوتاسيوم الموجود في السي، صح. صبينا الا في السي وصبينا البي في الدي، يعني في الانبوب رقم واحد تحصلت على المحلول B زائد D، وفي الأنبوب رقم اثنين تحصلت على المحلول A زائد C، صح. لحد الآن رانا متفاهمين، ما عنيناش معنتها هنايا. واش الحاجة اللي انتبهنا لها؟ أن في الكأس، في الكأس أو الأنبوب دي وس أقل، يعني نقدر نقول أن إي موان دي تكون، ولا نقول إي موان سي تكون أكبر من
يعني شوارد اليود في الأنبوب سي تكون أكبر، تركيز تاع شوارد اليود يكون أكبر من تركيز تاعها في الأنبوب دي. هذه الحاجة اللي يعني اللي ميزناه، هذا أكبر من هذا، هذه الأولى. لاحظ في الرقم 1 ورقم 2 اللون البني، قلنا اللون البني هو دليل على تشكل ثنائي اليود، هذه واحدة صح. إذن لاحظنا ظهور اللون البني المميز للإيدو شو يعني ثنائي اليود، صح. ولاحظوا أنه في الأنبوب رقم 2 راح يكون أسرع كي نقارنوه بالأنبوب رقم 1. لاحظ الأنبوب رقم 2 هنا راهو أسرع لأنه بالخف ولا بني يعني أكثر غمق، أكثر من أنبوب رقم 1. علاش؟ لأن التركيز اللانة تاع شوارد اليود في السي كان أكبر من التركيز تاع شوارد اليود في الدي. لو جيت في المنحنى هنا عندنا في محور التراتيب عندنا التقدم بالمول، التقدم بالمول، عفوا على الضجيج هذا اللي راه برا، واحد يصنع واحد يعني رانا راهي 9:30 تاع الليل والناس يديروا لي طرابو كان ما كان ناس تريح، ما كان ما عليناش الله يعاونهم. وهنا محور الازمنه اللي يكون في محور الفواصل صح، وهنا عندنا بداية التفاعل صفر ما عندناش. شوف معايا مليح، لو جيت ارسمت لك المنحنى تاع الكأس رقم 1، الكأس رقم 1 بالضبط يكون كيما هكا ويروح هكا، هذا المنحنى تاع الكأس رقم 1 صح، نديرو له 1 هكا كأس رقم 1. المنحنى تاع الكأس رقم 2 راح يكون كي من هكذا، خسرت كي من هكذا، عفوا راح يكون كي من هكذا صح، هذا الكأس رقم 2. يعني المنحنى الأحمر هو أسرع من المنحنى الأخضر صح. علاش؟ لأن لو درت هنايا، لاحظوا هذه هنايا هكا 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 هكا، وش نقصد بها؟ هذه اكس ماكس، تقدم الاعظم صح، هذا التقدم الاعظم صح. لو قمت بتحديد زمن نصف التفاعل كما درناه في الفيديو اللي قبل هذا، قم بتحديد زمن نصف التفاعل، مثلا نجي نحدد زمن نصف التفاعل، قال ها هو قال هنا يا كذا، يعني بالتقريب خلاص هكا زمن نصف التفاعل تاع هذه صح. يعني حاب يقول هذه هنايا اكس ماكس، دائما ننسى القلم، اكس ماكس على الاثنان عفوا صح، هنا تي نصف، تي نصف. بالنسبة لي المنحنى الثاني اكس ماكس راح تكون، نديروها بالاسود، تكون مثلا هنايا المنحنى الثاني، يعني لو نجو نصيبوها باللي لا اكس ماكس هي نفسها اكس ماكس، شنو ندير يعني هكذا هي نفسها اكس ماكس، لكن كي ندير الاسقاط شوف تي نصف وين جايه، يعني تي فتحة نصف نسموها وين جاية، يعني واش قلنا البارح في الفيديو تاع نصف زمن، تاع زمن نصف التفاعل هذيك واش قلنا؟ قلنا باللي كيكون تي نصف أصغر معناتها التفاعل أسرع، كيكون تي نصف أصغر معناتها تفاعل أسرع. وهنا شكون تي نصف تاعها اللي راهي اصغر، يعني قيمه هي هذه اصغر قيمه، اذن اللي احمر هو الاسرع، يعني هذا البيان هو
اللي هو إكس بتقدم بدلالة الزمن، هو بيان تطور سرعة التفاعل اللي حدث في الأنبوبين. نأتي إلى العامل الحركي الثاني وهو درجة الحرارة لا تمبيراتور. نعطي تعريف هنا، كلما ارتفعت درجة الحرارة أو بالأحرى درجة حرارة الوسط التفاعلي، الوسط التفاعلي كلما كانت مدة التفاعل أقصر، كلما كانت مدة التفاعل أقصر. صح، يعني وش نقصد؟ يعني هنا سرعة اختفاء المتفاعلات وظهور النواتج تزيد تكون أسرع. صح، نأخذ نفس المثال تاع المرة اللي جازت، نفسه يعني نأخذ نفس الحجم من الماء الأكسجيني في الأنبوب A والأنبوب B، لكن بالنسبة ليود البوتاسيوم نأخذ 5 ملليمتر 5 ملليمتر، نفس الحجم ونفس التركيز في الأنبوب C ودي. صح، نحصل على الأنبوب B زائد D والأنبوب A زائد C. صح، نجيب كأسين. هنا الكأس، لاحظوا الكأس A زائد C وين درناه؟ درناه فوق إن بلاك شوفونت، يعني مسخانة، بلاك شوفونت اللي نعرفه اللي يديروا فوق فريتوم لا تكذو، يعني شعرف هذيك، حطينا هذا الكأس يسخن، يعني نقدر نقول نجيب مثلا كأس آخر نحط فيه هذا، هكا نجيب هذا، هنا هذا الكأس الأول نحط فيه ماء زائد قطع الثلج، ماء زائد ثلج دي غلاسون. صح، دي غلاسون يعني درجة الحرارة 0 درجة مئوية. هذا الكأس الثاني نحط يعني ماء سخون، أنا سخناه فوق لابلاك شوفونت هذه، يعني نقدر نقول 40 درجة مئوية، مش حتى يولي يغلي باش يضطر تقولي، يعني يكون يولي يغلي الماتيريال يفسد، الأنبوب يروح والبيشر يروح. صح، قلنا وضعنا نفس الحجم من كذا ونفس الحجم من كذا. صح، نلاحظوا باللي في الأنبوب A زائد C هذا اللون البني كان أي تشكل الإيدو أسرع، الآخر مازال كان أسرع. صح، يعني نلاحظ أن الإيدو أو تطور اللون البني لثنائي اليود يكون بشكل أسرع في الأنبوب الثاني اللي هو أسنا نسميه هما سيدي، هذا الأنبوب رقم 2 وهذا الأنبوب رقم 1، هاك يعني كان أسرع في الأنبوب الثاني اللي يحتوي على الماء السخن. معناتها قلنا كلما كانت درجة الحرارة الوسط التفاعلي مرتفعة كلما كانت مدة التفاعل أقصر. نفس الشيء بالنسبة للمنحنى، دائما هنا عندنا التقدم بالمول وهنا عندنا الزمن بالدقائق، يعني مثال فقط حسب الأخر. يعني لو درنا المنحنى كما درنا مع التراكيز، المنحنى الأول يكون أقل من الثاني اللي بالأخضر، المنحنى الثاني يعني هذا الأول هو تاع الكأس رقم 1 وهذا الثاني يكون هاك تاع الكأس رقم 2، هذا تاع الكأس رقم الأنبوب رقم 2، يعني اللي درناه في الكأس اللي فيه درجة الحرارة مرتفعة. يعني نفس الشيء نديرو لو كان نديرو مثلا هنا هاي إكس ماكس كيف كما درنا المنحنى السابق، إكس ماكس عندك مثلا كون ندير هكذا إكس ماكس
على اثنان تعطيك تي نصف، وتكمل اكس ماكس يعني تي فتحة نصف، يعني تي نصف هي أصغر، يعني كل ما تكون تي نصف أصغر كل ما يكون التفاعل أسرع. يعني أنا ثاني عن طريق يعني نقدر نقوله أن ثيتا 2 تاع الأنبوب 2 أكبر من ثيتا 1، الآخر 40 درجة وهذاك 0 درجة. ونكمل مع الوسيط أو بما تسمى بالوساطة لو كاتاليزور. واش هي الوساطة؟ الوساطة نقصد بها عملية تأثير الوسيط على التفاعل الكيميائي. نعطي تعريف للوسيط. هو واش هو الوسيط؟ هو نوع كيميائي أو فرد كيميائي، هو نوع، نفضل نقول نوع كيميائي، هو نوع كيميائي يضاف للمزيج، يضاف للمزيج، مزيج نقصد به المزيج التفاعلي أو المتفاعل. من أجل ماذا؟ من أجل رفع سرعة التفاعل، رفع سرعة التفاعل. خلاص صح. يعني هذا الوسيط أعزائي الطلبة لا يؤثر على تركيب المزيج في نهاية التفاعل، وما راهش راح يظهر في معادلة التفاعل، ما عدا كاين وسيط واحد اللي يظهر، هو شوارد البروتون في المعادلة اللي شفناها بين شوارد اليود والماء الأكسجيني، يعني في وسط حمضي. هذو نعتبرهم كذلك وسيط الوحيد اللي يظهر في المعادلة. علاش أضفنا حمض الكبريت باش رجعنا الوسط حمضي؟ قلت وعاودتها وقلت باللي باش نوفروا شوارد البروتون. خلاص صح. من بين هذا الوسيط عندنا ثلاث أنواع. كاين وساطة أو الوساطة وساطة متجانسة، وساطة متجانسة، مش راح ندخل لكم في الديتاي، متجانسة ما دخلتش في الديتاي بزاف حتى كي نحلوا التمارين. إذا كان حاجة نحتاجوا نتعمقوا فيها نتعمقوا فيها. يعني هنا في الوساطة المتجانسة لازم يكون الوسيط والمتفاعلات، لأن الوسيط وين لما أضفناه؟ أضفناه للمزيج، المتفاعلات والمتفاعلات في نفس الطور، في نفس الطور. واش معناتها أستاذ في نفس الطور؟ معناتها من نفس الحالة الفيزيائية. مثلا نحط محلول مائي مع محلول مائي، مشي محلول مائي مع صلب مثلا، ما همش من نفس الحالة الفيزيائية. لكن كي نحط تفاعل متفاعلات قال A بلس B، يكون هذا محلول مائي وهذا محلول مائي من نفس الحالة الفيزيائية. عندنا ثانيا وساطة غير متجانسة، وساطة غير متجانسة معناتها الوسيط والمتفاعلات مختلفان في الطور، معناتها الحالة الفيزيائية للوسيط تكون تختلف عن الحالة الفيزيائية للمتفاعلات. مثلا لو جيت قلت لك نغمر مثلا سلك من البلاتين هو صلب في الماء الأكسجيني، لماذا نغمر السلك من البلاتين في الماء الأكسجيني؟ هذا باش نقوم بتسريع تفكك الماء الأكسجيني. فهمتوا درك؟ يعني يختلف. عندنا وساطة أنزيمية، وساطة أنزيمية
كما الانزيم اللي موجود في فم الانسان كيكون ياكل. يعني الوساطة هي عبارة عن انزيم. الوساطة عبارة عن انزيم. وهذا الانزيم اعزائي الطلبة يستخرج من المادة الحية، مثلا قل لك قطرات دم، قطرات من الدم مع الماء زائد الماء الاكسجيني، هذا راح يتحلل بسرعة اكبر. اذا ماذا نستنتج في الاخير؟ نستنتج اعزائي الطلبة ان تطور الجملة يكون اسرع كلما كان الوسيط مناسبا، يعني الوسيط يكون لازم يكون مناسب في الوقت المناسب. بالنسبة للمنحنى دائما عندنا هنا التقدم بالمول، عندنا محور الأزمنة بأن الزمن بالدقائق، عندنا هنا الصفر، عندنا المنحنى الثقيل دائما يكون بالأخضر هكا، والمنحنى الأسرع هو هذا هكذا. معناه المنحنى اللي ما هوش أسرع اللي ثقيل هنا، في هنا عندنا حالة غياب الوسيط، يعني هنا التفاعل يكون بدون وسيط. أما الأسرع فهنا حالة وجود وسيط، حالة وجود وسيط هكذا باختصار. ونختم الفيديو أعزائي الطلبة بأهمية العوامل الحركية. أولا من عوامل أهمية العوامل الحركية أنها تبطئ تحول كيميائي، تحول كيميائي باش ما يتعفنش. مثلا نبطئ تعفن تاع اكل، انا درنا طيبنا الشوربه اليوم وفضلت ولا عدس ولا فضلت الماكله، كون تحطها برا ومع السخانه راح تتعفن. اذا لازم منا، وكي تتعفن معناتها واش معنى التعفن تاع الماكله؟ هو تحول كيميائي، يعني راك عايشها صح، لازم منا نحتفظوا بهذيك الماكله باش ما نرموهاش صح. واش نديرو؟ نبطئ هذا التحول الكيميائي او نبطئ التعفن. وين نحطوا هذا الماكله؟ نحطها في الثلاجه، الثلاجه. عندنا من الاهميه كذلك توقيف تحول كيميائي، توقيف تحول كيميائي. يعني شكون يعطيني مثال؟ وشفناه هذا المثال، شفناه هذا المثال. واش من معايرة؟ المعايرة اللونية. كي جبنا الإيدو باش نعايروه، درنا المفاعلة المعادلة وتحصلنا على ثنائي اليود وجبناه باش نعايروه، قبل ما نفوتوه في كأس بشر حطيناه أغمرنا المزيج التفاعلي في الماء البارد زائد الثلج. علاش؟ وكنت قلنا في المعايرة في فيديو المعايرة لتوقيف التفاعل. هذه من أهمية العوامل الحركية، يعني هنا توقيف التفاعل، الثلج معناتها درجة الحرارة، سخنا درجة الحرارة، هبطنا في الفريجدر درجة الحرارة صح. كذلك من أهمية العوامل الحركية تسريع تحول كيميائي، تسريع تحول كيميائي. هاي شكون اللي يعطي لي تسريع تحول كيميائي؟ تا كيفاش حتى قال هاني جبت القدرة هكذا وحطيت فيها، هاني قطعت زرندية بطاطا مرقت كذا مانيش عارف لي زيبيس، ومن بعد وحدهم هكا لازم ندلهم النار. اني حطيت طنيجرة تاع بكري هذيك اللي طيب الله وحدها، وحطيت كوكوت مينوت او كيف يسموه
إيه الطنجرة أو القدر المرتفع الضغط. شكون اللي يطيب الأول؟ أوتوماتيك ما تاع الكوكوت مينيت والعياذ بالله ما نحملهاش ديك الماكلة تاعها صح تاع الكوكوت مينيت هي الطيبة الأولى. إذن هنا قمنا في الكوكوت مينيت سرعنا التفاعل بتأثير ماذا؟ بتأثير الضغط داخل الكوكوت مينيت. نظن بزاف عليكم عطيت لكم أمثلة يعني رانا عايشينها في حياتنا اليومية. إذن كما قلت لكم في بداية الفيديو أعزائي هذا راه آخر فيديو بالنسبة للدرس، والفيديوهات اللي راهم جايين بإذن الله راح نحل تمارين مختلفة، منها نبدأ بالسهل وبعد ندخلوا في التعمق نحلوا بكالوريات جو في الوحدة الأولى إلى آخره، يعني يكون كوكتيل تاع حلول تمارين من حتى نجوزوا البكالوريا إن شاء الله. أعزائي إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.